الكمبيوتر رأيت موقع تلمع محدثكم إبراهيم عبد الحميد طالب بكلية هندسة جمهورية مصر العربية. هنتكلم النهاردة عن موضوع التسجيل بالمنتديات وعمل موضوع والرد على موضوع. فهنتكلم على تسجيل مثلا بمنتدى زي منتدى المشاغب. هكتب المشاغب على جوجل وأضغط بحث. اي منتدى بشكل نفس الشكل باختلافات طفيفة، يعني اختلافات عادية حضرتك هتقدر تعملها لوحدك. دلوقتي انا دخلت على موقع المشاغب، اي حتة او اي مكان بلاقي فيه تسجيل بالانجليزي بتبقى ساين اب، بالانجليزي باللغة الانجليزية بتبقى ساين اب. ساين ان يعني ادخل جوه الموقع، يعني انا عندي حساب، عندي مسجل قبل كده فعايز ادخل جواه بقى اعمل ساين ان. انما لو انا مش عامل اصلا بعمل ساين اب يعني اعمل واحد لو انا كنت جديد. ساين ان يعني انا اتعاملت معاه قبل كده فعايز اعمل ساين ان عشان اخش عنده. فانا هنزل هنا الاقي في تحت تسجيل في المنتدى، اضغط تسجيل في المنتدى. اقول له قراءة كافة شروط التسجيل في منتديات المشاغب وافق على التزام بما فيها. المفروض ان حضرتك هتقرا الشروط ديت تشوف فيها، لان ممكن بعض الشروط ما كنتش موافق عليها. طبعا هو هنا المنتدى ده منتدى واقعي، يعني في منتديات بتعمل الشروط دي طويلة قوي فبيبقى صعب اصلا قريتها، فانت بتوافق على حاجة انت ما قريتهاش. انما هنا المنتدى ده واقعي، كاتب لك يعني كام سطر كده سهلين جدا ممكن حضرتك تقراهم وبعدين تقول له صح. والتسجيل يعني انا ابدا في التسجيل، انزل بقى يقول لي اسم العضو، ايه الاسم اللي انت عايز تحطه؟ هقول له مثلا فير جروب. كلمة المرور اللي هي كلمة السر، الحاجتين دول دايما طبعا اسم العضو او اسمي، ده مش اسم شخصي، اسمي اسم الحق اللي انا مكتوب اللي انا بكتبه على النت ده. وكلمة المرور ده لازم ابقى احفظهم كويس جدا عشان هم دول اللي بيدخلوني على المنتدى او الموقع بعد كده. بعدين عنوان البريد الالكتروني ان هم يبعتوا عليه. اكتب عنوان البريد الالكتروني. اكتبه تاني الناحية التانية وبعدين بيقول لي ادخل الحاجات الموجودة عندك. 6 حاجات في موجود هنا، بس طبعا الخط والكتابة صعبة جدا. تقريبا اس اتش 9 ان سي تي. طبعا لو انا كتبت الكلام ده غلط هو هيرجعني تاني. لو انت كان عضو من الاعضاء هو اللي بعت لك انك تشترك فتكتب اسم العضو هنا عشان يبقى ده مديله حيثية عندهم. يعني استلام بريد من الادارة، يعني لو انت عايز الادارة تبعت لك على الايميل بتاعك لما يحصل اي حاجة او لما يعملوا اعلانات او اي حاجة، او استلام بريد من الاعضاء بريد الكتروني. يعني كمان اعضاء نسمح لهم الناس العادية ولا من الادارة بس؟ الاعضاء اللي هم الناس اللي هيبقوا زيك كده انت هتبقى عضو في المنتدى، انما الادارة الناس القائمين على المنتدى نفسه. فاقول له مثلا استلام اعضاء استلام بريد الكتروني من الاداره ومن الاعضاء الاثنين على ما صح. وبعدين اقول له اكمل التسجيل. الاخطاء التي حدثت اثناء التسجيل دلوقتي حصل غلط. البريد الالكتروني الذي ادخلته مصدر مسبقا، يعني ليرن اونلاين 1 ده عندهم قبل كده، فهو بيقول لي ما ينفعش، يعني لازم تخش باسم واحد جديد. فانا اقول له ماشي، هلاقي الحاجه اللي اتمسحت ايه؟ كلمه سير فيرو جروب دي لسه فوق ام اي اس اتش ار واي.
ايوه انا كده كتبت كلمة السر وكلمة المرور باسورد، وبعدين كتبت الايميل ده محتاجين ان احنا نعدله. فانا مثلا هكتب الايميل اللي انا لسه كنا عاملينه مع بعض، اللي هو ناو نوت ليتر ات جيميل دوت كوم. هاخده كوبي، ناو نوت ليتر 1، ناو نوت ليتر 1، هاجي هنا اوقف واكتب 1 كمان واخده كوبي كنترول سي واحطه هناك بيست كنترول في. ماشي، بعد كده هكتب ال بي اكس ار جي ان اف. كمان التسجيل لو كان في اخطاء حتى الثانية هيبعت لي يقول لي الاخطاء كذا، لو كانش في اخطاء هيقول لي خلاص تبقيت معانا. اهو كتب لي رسالة إدارية، شكرا لتسجيلك في هيرو جروب، لقد تم ارسال بريد الى now.later@gmail.com مع بيانات كفيلة بتفعيل حسابك، اضغط هنا للعودة الى حيث كنت سابق. طبعا احنا هنقوم رايحين جوجل ونخش بقى على الايميل بتاعنا، نضغط على الجيميل النت تقيل شوية. اكتب بقى هنا اسم المستخدم now not later وبعدين كلمة 1 وبعدين كلمة السر، اضغط تحت بالماوس عشان العلامة تيجي تحت، وبعدين اكتب كلمة السر اللي انا كنت حافظها، بعدين اقول له تسجيل الدخول. وهنا قال لي ايه، ان احنا بعتنا لك ايميل، بعتنا لك رسالة بريد الكتروني يعني ايميل على الايميل بتاعك، فانت روح هناك بقى استقبله، ولما هتقراه هتفهم هو انت عايز، هو انت تعمل ايه عشان الحساب بتاعك يتفعل. يعني ايه الحساب بتاعك يتفعل؟ انت دلوقتي سجلت عندهم فعليا، بس هم عايزين يقتنعوا ان انت اديت لهم، انك اديت لهم ايميل حقيقي، ما كتبتش ايميل عشوائي، ايميل من دماغ. فبعتوا لك على الايميل ده رسالة، خلاص بعتوا لك على الايميل ده رسالة. انت لما تروح وتفتح الايميل وترد على الرسالة ديت، او تعلم على الحاجة اللي هم قالوا لك عليها وتضغط عليها، يبقى انت كده، يبقى انت كده عندك ايميل حقيقي، يبقى هما كده صدقوك، يبقى انت كده الايميل بتاعك اتفعل. يعني ايه اتفعل؟ يعني دلوقتي تقدر تشتغل وتعمل كل حاجه على المنتدى بتاعهم. فانا اقوم راجع للبريد الوارد، واقوم داخل طلب تفعيل عضويه في منتديات المشاهير، واقوم ضغط عليها فهرو جروب، شكرا لتسجيلك في المنتديات مش عارف ايه، لاستكمال تسجيلك اضغط على الرابط ادناه. بس ده كل مطلوب منك، ان هما بعتوا لك لينك او رابط لينك، تقوم ضغط عليه كده انت كملت التسجيل. دي اخر خطوه في عمليه التسجيل، خلاص يبقى انت كده حسابك اتفعل. دلوقتي تقدر تخش على المنتدى بتاعهم تعمل كل اللي انت عايزه. شكرا لك لاتمامة تسجيلك الان، يمكنك تعديل في ملفك الشخصي او اي حاجه. خلاص انت دخلت على المنتدى دلوقتي، خلاص. فانا اقول له اضغط فوق جيب منتديات المشاغب، اشوف المنتديات، اللي موجودة وهنشوف ازاي نعمل عليها. طبعا هنا قريت انا الايميل ده، هخرج هلاقي بدل ما كان ابيض بقى باهت شوية كده، فاحذفه. يعني معنى كده ان انا قريته، يعني انزل منتديات البرامج العامة، هنا سيكون كل شيء خاص بموقع المشاهد من جديد الاسبوع، برامج مش عارف ايه موجودة، برمجة الهاردوير، الشبكات، برامج مشروحة، برامج معربة، منتدى تطوير المواقع، منتدى الالعاب، الاقتراحات، المواضيع المحذوفة. دي المنتدى بتاع المشاغب. فانا لو عندي اي موضوع او عايز اتكلم في اي موضوع او عايز اسالهم على اي حاجة، هقوم داخل بس على برامج المشروحة، اخرج من هنا تسجيل بقى اللوج اوت اللي هي تسجيل خروج، ارجع هنا للبرامج المشروحة،
قسم الخبرات والمبتدئين، خلاص ده مقفله. فيروس البرامج المشروحة بالصورة أداة فيروس كلينر أفاست فيروس كلينر لإزالة الفيروسات، حل المشكلة عند ظهور ملفات المخفية بالصور مع التعريب كاسبريسكي، برنامج أميزنج فوتو إديتور، كل الحاجات دي. بقى أخش على أي موضوع من المواضيع ديت وأقول له إيه وأرد على الموضوع، وأقوم داخل مثلا دلوقتي أنا بقيت عضو في المنتدى، يعني من حقي إن أنا إيه. وايه فرق عن العضو عن اللي مش عضو؟ العضو ده بيخش، اللي مش عضو بيخش بيديله صلاحيات محدوده، يعني ممكن يشوف الموضوع، ممكن احيانا يديله صلاحيه ان هو يضغط على اللينك واحيانا بيشيلوها منه، انما العضو بيبقى له كل الحقوق، بيبقى ان هو اللينك ده بيظهر قدامي اهو لو انا عايز احمل البرنامج، الشرح والصور ظاهره، لو انا عايز ارد كمان على الراجل ده، الراجل تحت ده هلاقي في صندوق كده لسه ما ظهرش، دول كلهم اعضاء زيي. بقى الاقي اسامي الاعضاء هنا، ده اسم العضو ورتبته، هو عضو ذهبي يعني مثلا بيعمل عدد معين من المشاركات. شوف هو هنا عمل كام، حوالي 7000 مشاركه. خلاص الدوله بتاعته اذا كان كاتبها بلد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يعني من السعوديه، تاريخ التسجيل سجل امتى، في جنيوري 2005، بقاله كتير مسجل. لو نزلنا تحت هلاقي الصندوق ده انا ارد عليه، فاقول له مثلا ايه، شكرا أخي الكريم على هذه الأداة الرائعة. خلاص بقول له ايه، اضف رد السريع، انا كده هرد على الموضوع، الرد بتاعي ده هيظهر قدامي حالا، هيظهر ان انا رديت. هنزل اهو، ده رد اهو، انا اهو فهر جروب رتبتي ايه، عضو جديد، دي المشاركة رقم واحد لي، يعني مش دي من المشاركة رقم واحد، عدد مشاركاتي لحد دلوقتي في الموضوع، يعني عدد الردود والمواضيع والحاجات اللي انا عملتها في المنتدى كلها على بعضها، ردود بمواضيع جديدة، رد يعني انا ارد على واحد كاتب موضوع، انما موضوع جديد يعني انا اكتب موضوع جديد. فاحنا دلوقتي خدنا ايه، ازاي نرد، فدخلنا على الموضوع وكتبنا الرد ورتبتي وسجلت امتى، فبراير 2009. خلاص لو حابب ارجع للموضوع الاصلي بقى اضغط على رقم واحد، الموضوع الاصلي بيبقى في الصفحة رقم واحد. هو هنا عامل لي اداة اللي هي افاست لمسح الانتي فيروس، لمسح الفيروس، فهو هنا بيقول لي لو انت عايز تعمل لها داونلود هضغط على اللينك ده هيفتح لي صفحه جديده على زد شير، لو انا عايز اعمل الاداه دي داونلود، واعمل لي شرح بقى اللي هو الصوره اللي بتشرح التطبيق، اضغط هنا لبدء الفحص، انا بقى شغل الافاست ماشي، وبعدين بضغط هنا هو بيعمل ده الاسكان بتاعه، تم رفع الصوره صفه ومبتدا بسيطه المراقب مش عارف ايه، ده اسم التوقيع بتاعه، لو انت عايز تعمل توقيع هنعرف ازاي نعمل توقيع من لوحه التحكم بتاعتك كنترول بانل او السي بانل بتاعتك، بتروح وتعمل ايه تحكم، لما بلاقي سكيب ذيس اد يعني طير الاعلان ده اقول له داونلود ناو، كده يبقى انا دخلت واجيب الموضوع. لو انا عايز ارجع منتديات البرامج المشروحه هنقفل ده لان انا مش عايز اعمل داونلود البتاع ديت، هنبقى نعرف يعني ايه داونلود، وهنبقى نتكلم في موضوع داونلود بس ده في فيديو اخر. دلوقتي انا رجعت للصفحه اللي احنا كنا فيها قبل كده اللي هي الصفحه اللي فيها عناوين الموضوعات. خلاص انا عايز اعمل بقى موضوع، اقول اضافه موضوع، بيقول لك لا تمتلك تصريح بدخول هذه الصفحه قد يكون هذا اسباب حسابك قد لا يكون امتزاجك في دخول هذه الصفحه لتحول تعديل دخول مميزات. ايوه يعني هما بيقول لك ايه، ان هنا ان انت لسه واحد مبتدئ جديد، انا بستعرض معاك امثله للحاجات اللي هتقابلك، مش كلها بس حاجات زي كده، واوريك ازاي تتصرف.
المنتدى المشغب هنا عامل لك ايه؟ قايل لك انك لو انت لسه كنت لسه مبتدئ، يعني ما تجاوزتش عدد معين من المشاركات، ما تقدرش تعمل مواضيع جديده. خلاص، في منتديات بتسمح لك يعني اول ما تشترك تعمل موضوع عادي. يعني انا دخلت على المنتدى مره، اول مشاركه ليه، اول حرف كنت اكتبه كان موضوع جديد ليه، موضوع جديد انا كاتبه. خلاص، فهنا ده كده مثال لان انا ايه مشكلة واجهتني وانا بعمل بتاع. خلاص، يبقى انا هتنيني ارد على مواضيع، اقلب في المنتدى زي ما احنا قلبنا كده وارد على مواضيع، اخش في منتديات المشاغب، واخش في منتدى مثلا بدل البرامج المشروحة المنتدى البرامج العام، واقلب في المنتدى واشوف الحاجات اللي موجودة فيه، واعمل داونلود للحاجات اللي انا عايزها، واحذف الحاجات اللي انا مش عايزها، اسيب قصدي الحاجات اللي انا مش عايزها. شوف تحت اكبر تواجد او المتواجدون الان دوت الناس اللي قاعدين على المنتدى دلوقتي. المهم، فانا هتفرج على كل الادوات والحاجات ديت واقلب الحاجات ديت لحد ما اقدر اعمل بقى من هنا اضيف موضوع. بيتفتح لي نافذتين، نافذه بكتب فيها عنوان الموضوع ونافذه بكتب فيها الموضوع نفسه. بس موضوع سهل جدا. يعني لو افترضنا ان انا بلاش هنا، دخلت انا دلوقتي بحسابي التاني بدل الحساب بتاع ناو نوتليتر على المشاغب، ده الحساب التاني بتاع لينو 91. فلينو 91 دلوقتي ده يعني منه حساب قديم شويه، فعنده الصلاحيه ان هو يعمل مواضيع جديده. فعشان اوريك بس، لو انت عملت الحد الادنى من الردود اللي هو مطلوب، رديت شويه على شويه مواضيع وشاركت معاهم، فهم حسوا انك يعني ايه يعني واخد الموضوع بجديه، فتستحق انك تشارك معاهم في انك تعمل موضوع جديد. فجيت انا في منتدى البرمجه وعايز اعمل موضوع عن البرمجه، فاقول له اضيف موضوع ان انا عايز الف موضوع جديد. وبعدين هقوم جاي هنا، طبعا انا كاتب الموضوع قبل كده فواخد منه نسخه، فهعمل له كنترول في. خلاص، ده الموضوع اللي انا هكتبه. وبعدين هظبط الخط بقى، اعمل له كنترول ايه واختار الخط اللي انا حابه، مثلا هسيبه زي ما هو تهومه، وبعدين اختار الفونت اكبره شويه او اصغر حبتين، خلينا اصغر كده شويه 4. كويس كويس جدا. بس واخلي الكلام في النص، واخلي الخط تخين شوية بس. وبعدين اكتب الموضوع بقى تعليم لغة الكويك بيزك، ده الموضوع اللي انا هكتبه للدكتور عاطف اراء بس. وبعدين كتبت انا الموضوع. انت طبعا هتقعد تكتب هنا وهتقعد تكتب هنا، تكتب هنا عنوان الموضوع، الموضوع بيتكلم عليه، وتكتب هنا كل الكلام اللي انا عملت له بيست ده. انت هتقعد بقى تكتب الموضوع اللي انت حابه. لو انت عايز تكتب في موضوع، في حاجه معينه، رايك في حاجه، عايز تشارك مع حد، عايز تقرا لحد، عايز تحط لينك لكتاب، عايز تعمل اي حاجه هتكتبها، بس في المنتدى المناسب. اهم حاجه انك تحط الحاجه في المنتدى المناسب. يعني انا كاتب الحكايه دي لغه برمجه للكمبيوتر، فانا كاتبها في منتدى البرمجه، يعني في حته لها علاقه بيه. وانا اقول له اعتمد الموضوع. لو كان الموضوع في مكان مش مناسب، المشرف هيلغي الموضوع او هينقله لمكان تاني. خلاص، دلوقتي شوف المنتدى اللي انا عملته، قصدي الموضوع اللي انا عملته مكتوب اهو. بس يبقى ديت لانه اونلاين، انا ليا 22 مشاركه، 22 مشاركه، يعني انا كمان مشاركاتي في المشاغب ضعيفه، بس عملت لينكات للموضوع. وهو ايه اللي يخش بقى على الموضوع وعايز يعمل ايه، داونلود كتبه ابراهيم عبد الحميد تحت. خلاص، بعد اخدنا فكره ازاي تعمل الموضوع وازاي ترد على الموضوع. يعني احنا خدنا فكره عامه على المنتديات، بحيث انك ايه دايما تقلب ودايما تجرب وتشوف اللينكات اللي فوق وتشوف لوحه التحكم ديت، وتجرب في التعليمات وتجرب في المجموعات والتقويم وجديد المواضيع، وتتعلم حاجات جديده. يعني تجرب وهو كاتب لك بالعربي، فانت هتقرا وتفهم، تقرا وتفهم. بس الموضوع سهل جدا، بس احنا ايه ندخل فيه، يعني ازاي تسجل في المنتدى وازاي تعمل موضوع جديد وازاي ترد على موضوع معمول بالفعل. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.